أكدت قيادات حقوقية ونقابية أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، وأن المجتمع الدولي والمنظمة الدولية وكل الهيئات لم تستطع إيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة. نحن نقف اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع إخواننا في غزة في هذه الجمعة كجمعات متتالية، وقفات متتالية، كوقفة تضامنية مع المناضلين والمجاهدين والمرابطين في غزة وفلسطين الذين يقدمون أبلغ التضحيات، وذلك في سبيل الأقصى وفي سبيل تحرير فلسطين. وهذا ما أبسط ما يمكن أن نقدمه لإخواننا المجاهدين والمرابطين. تأتي هذه الوقفة التضامنية هذا اليوم في محافظة مأرب استمرار للوقفات التي تقيمها الهيئة الشعبية وأيضا جمعية الأقصى لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، لدعم ومناصرة إخواننا في غزة ضد هذا الظلم الذي يحصل عليهم. وجمعية الأقصى لها عدة مشاريع وأنشطة، مشاريع تقيمها داخل فلسطين وأنشطة وفعاليات من داخل اليمن وجمع تبرعات ودعم إخواننا في غزة. ما يحدث في غزة يفوق حد الوصف. جرائم الانتهاكات التي طالت المدنيين والأطفال على وجه التحديد والنساء والبنية التحتية والمستشفيات جميعها جرائم حرب، وبالتالي الإفلات من العقاب يظل يتمادى المجرم في غية وفي طغيانه. إسرائيل ومن وراها أمريكا والغرب يشجعوها على قتل الفلسطينيين، قتل الأطفال. خرج العشرات في محافظة مأرب في وقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية التي يعترضون لها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، ورفضا للخذلان العربي والتواطؤ العالمي مع الاحتلال. فنتابع. نحن هنا في مدينة مأرب نرصد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتضامنية التي خرجت تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. هؤلاء خرجوا يؤكدون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في الدفاع عن نفسه. هؤلاء خرجوا ينددون بالصمت العربي الذي ما زال حتى اللحظة لم يقل شيئا على أرض الواقع لإنقاذ سكان قطاع غزة والمدنيين. بالأمس تم قصف المستشفيات في قطاع غزة. هؤلاء وهذه الجماهير التي ترونها خرجت تندد بقصف المستشفيات وترفع شعارات منددة بتلك الجرائم التي تطال الأطفال والمدنيين والنساء كل لحظة في قطاع غزة. مأرب تخرج دائما لمناصرة سكان قطاع غزة وللوقوف مع القضية الفلسطينية. هذه المهرجانات التي تنظمها جمعية الأقصى فرع محافظة مأرب كل يوم جمعة، وكذلك في الجامعات وفي المدارس، يؤكدون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني. خليل المليكي، قناة المهرية، مأرب.